طيب احنا طبعا اكيد هنطلب من مخرجنا دلوقتي ان هو يبقى في فيديو، في فيديو يوضح ايه الكرايو التقليدي. هو معانا اهو، ده الكرايو التقليدي ولا الكرايو ده اللي في السوق؟ ده اللي في السوق. حلو قوي. للاسف الشديد ده عامل مشاكل كتيره جدا، والناس كلها معتقده ان ده الكرايو اللي بيخسس. ولكن طب هو كله يا دكتور نفس شكل الجهاز من بره؟ يعني انا دلوقتي رحت عياده، اعرف ازاي الكرايو التقليدي من الاصلي؟ اول حاجه طبعا لازم يكون الجهاز اوروبي، يعني كوري او كده، يبقى ده مش اصلي. ثاني حاجه الجهاز لما تكون هيد زي ما احنا شايفين بيتحط على المكان وشفط، مجرد الشفط دوت يحصل اعرف ان الجهاز ده مش اصلي. يعني اول ما الجهاز يتحط على بطني ولو حسيت بشفط او شد كده يبقى الجهاز ده على طول كوري؟ كوري على طول. حلو قوي. يبقى انا على طول ما اكملش الجلسه بتاعته وامشي، لان هو مش هيعمل لي غير اثار جانبيه ومش هيعمل لي غير نزول ميه فقط لا غير، وتجميد الجلد. فانا اجمد الجلد، اعمل تجميد الجلد. هي فكره ثانيه ان انا بجمد الخلايا الدهنيه العميقه. طب قول لنا ده ايه؟ ده طبعا الجهاز اللي اسمه فراولايا. ده الفراولايا؟ فراولايا ده جهاز انجليزي، الجهاز اقوى جهاز على مستوى العالم لتكسير الخلايا الدهنيه مباشره. هو اسمه فراولايا، يعني ده الاسم، يعني ليه اسم علمي ولا هو طالع كده فراولايا؟ هو لا انا بسميه فراولايا. هم يطلق عليه الفراولايا. انا اطلق عليه فراولايا، كنا بتاعت مؤتمر فشربنا عصير فراوله. فانا قلت هلقب بالجهاز ده اسمه فراولايا. الفراولايا. اوكي. طيب الجهاز ده انجليزي؟ انجليزي. حلو. بيفيد في ايه الجهاز؟ اولا طبعا الجهاز ده فيه ميزه ان هو برضه جهاز علاجي وشيب. بيلم العضلات اللي عندهم مشاكل بطن كبيره، بطن واقعه زي ما بيقولوا، مترهله يعني، مترهله. البطن حجمها من كتر ما هي كبير فالحته دي البطن واقعه لتحت ككتله البطن نفسها. معقوله الجهاز ده بيشد الترهلات القويه؟ الترهلات القويه جدا، بيفتت الخلايا الدهنيه، بيلم العضله، بيجدد الفايبر بتاع العضلات. طب ده يا دكتور قوية. يعني بيتفتح له فتحه في البطن ولا ده بيتحط؟ لا خالص خالص. يعني انا دلوقتي عايز شد بطني، مش لازم الجا ان انا اعمل عمليه شد خالص نهائي. هي جلسه عباره عن 10 دقائق. يعني جلسه عباره عن 10 دقائق، بحط 10 هيد على المكان اللي عايز انزله، بياخدوا منطقه البطن بالكامل بالجناب بمنطقه الظهر، بشتغل 10 دقائق جلسه يعني التانية. الجهاز فيه يعني مش جل... يعني مش جزء احطه في بطني شويه وبعدين في ج... يعني كله مع بعضه؟ كله مع بعضه. حلو قوي جدا. يعني ده انجليزي وبيشد البطن؟ بيشد البطن وتفتيت طيب. الخلايا الدهنيه وبينزل منطقه البطن كمان كمان. طيب ده جهاز، هو ده الجهاز يعني ده مكان حضرتك مثلا اللي بيكون فيه المريض عند حضرتك في المركز؟ تمام. كم هيد موجود؟ كل الهدود دي بتحطها على الاريا اللي محتاجين ننزلها. شوف يعني دي كلها بتتوزع على البطن والظهر ورا وكله، كل الجسم ككل حتى الاريا اللي عايزين ننزلها. انا باخد جلسه توتال يعني بطن بالظهر بالجناب بكله. ده حقيقي مظبوط فعلا. هايل. هايل. طيب. على 10 دقائق قول لي بقى. انا جيت عند حضرتك و... وعايزه يعني عندي ترهلات مثلا شديده، تمام، اعمل كام جلسه عشان اوصل للشكل الحلو؟ اوكي. بقى حسب الترهلات، لو هي بقى لها فتره طويله جدا مش اقل من 12. حلو. في خلال شهر ونص ولا حاجه بنلم كل الموضوع ده كله اللي هي ترهلات فقط لا غير. لو عندنا خلايا دهنيه متكيسه ممكن نعمل من 8 جلسات لحد برضه 12 جلسه، ممكن نوصل لحد 18 جلسه. الكلام ده برضه بنلمه في قد ايه؟ في 3 شهور.